السلام عليكم اخواتي المتابعين ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نبدا السلام باحلى الصلوات والسلام على الحبيب. اليوم جيتكم بواحد البستيلا اللي غادي نديرها يعني بالعجينه تاع المسمن. غادي نبداو بالعجينه هي الاول، غنقول لكم واش غادي ندير فيها. درت هنا نص كيلو تاع الطحين، نص كيلو فوالا. غادي نزيد لها واحد على حساب واحد 50 غرام تاع الزبده، 50 غرام تاع الزبده. غادي نديرها في الماكينه ديالي نعجنها، لان باش الزبده تبسس ليا فوالا. ها هي 50 غرام تاع الزبده ونص كيلو ديال اللحم. انا بغيتها باش تكون يعني تكون عندها ديك القرمشه فيها طالعه نتاع الزبده. ها هي دابا غادي نردها في العجانه ديالي. غادي نقول لكم ما غاديش نديرها تخدم حتى نسالي معكم المقادير نتاع هاد البستيله. انا راني وجدت هنايا الحال واحد هنايا غير 300 غرام تاع الكفته، ماشي شي حاجه اللي كبيره. وهذا داك اللحم اللي درتو البارح طيبته بالاعشاب، شات ليا قلت لي ما لا ما نلوحوش، نعاودوا له حله جديده ونظره جديده بالاخص طيبوه في الاعشاب. يعني واحد الكول لي رائع. شحرت له هنايا واحد جوج تاع البصلات، ها هي فوالا. وزدت له الشامبينيون، الشامبينيون كيتواتى مع اللحم هكذا كيتواتى مع اللحم. وزدت ليه الزيتون طبيعة الحال، حتى هو اللحم كيتواتى معاه، شويه زيتون كحل شويه زيتون كحل شويه زيتون احمر. وطبيعة الحال هاد البستيله اللي تكون هكذا باللحم دائما تكون حاره، يعني تكون طالعه فيها واحد شويه تاع الحروريه، يعني ما فيهاش بزاف تاع المقادير، ما فيهاش بزاف تاع يعني العطريه، ولا نديرو فيها شويه تاع الحرور حار. انا ما غاديش ندير كاع ديك الكميه والملحه وصافي، وغادي نشروها على بركه الله. ندير العجانه ديالي الدور فوالا. نبسس الاول نبسس الاول هذاك الزبده مع الطحين، عادي نزيد ليها الخل. الخل هو اللي غادي يعطينا ليها واحد الكرماشه وواحد الهشاشه، يعني كنت يعني تكون بحال داك الشكل ديال كيما نقولو ديال الورقه ديال الصبيره، ولكن انا غادي نديرها بالمسمن، مبغيتش نعمرها لا بالورقه ولا بهذا، غادي نديرها حتى لحد المسمن. ودائما نقول لكم واحد الحاجه، الخل خذوا هاد الماركه لانها حلال، كاين واحد الماركة أخرى لأن كنت وليتها لكم تاهي مكتوبة فيها حالا. دائما قلت لكم كنت نهضر الماشينة كدير الحس، وبطبيعة الحال متسمعوليش، دائما خدو هاد هادي لأنها حلال فوالا. هاد الخل هو اللي غادي نعجن بيه كيسميتو. غادي ندير غير واحد ربعة المعالق ولا ربعة المعالق بحال هكذا، واللي باقيه نعجن او نخلطها بها. يلا وتابعونا في المقادير اخواتي المتتبعات ديالنا الزوينين الطريفات. وكنشوف القناه يعني ما عنديش لي في كاينين، ولكن لي لايك ما كاينينش، زعما نتمنوا زعما تدعموا لنا القناه ديالنا وتبارطاجيوها مع العائلات ديالكم. يلا احنا غاديين اخوتي المتتبعين ديالنا، هيا بعد ما تخلط لينا داك الزبده مع داك الطحين بحال هكذا بقاش كاتبان، غادي ندير واحد ربعة المعالق ديال الخل. الخل كيعطي واحد القرمشه للعجين، بطبيعة الحال نزيد شويه نتاع الماء، نزيدها على حساب واحد كاس تاع الماء،
ولكن انا ما غاديش نحاول ندخله، هذا راه غير زواق. بقا تقول زعفران دارته في العشينه، ودابا عاد خوتي المتتبعين كنزيد الملحه. زدت الماء تعجنات شويه، دابا غادي نزيد فيها شويه الملحه. الملحه هي اللي كدلك لينا العجينه، دائما خليو الملحه للاخر باش العجينه كتجمع لكم مزيان بالملحه، كتعطيها واحد الرطوبيه في الاخر، كتبحال اللي كتندلك يلا هي العجينه ديالنا بعد ما وجدت. ها غتجي على هاد القوام، راها قاسحه ولكن انا غادي نخليها ترتاح واحد الشويه عاد ندي نشكل معكم البسيطات ديالي. وقبيله في المقادير نسيت واحد الحاجه ما وريتها لكمش، هذيك الفيرميسان تاع الشينوا اللي كنت وجدت في هذاك الطبق ديال اللحم اللي طايب في الاعشاب، بقات لي حتى هي منها شويه. هادي بطبيعة الحال تاهي ندخلها في البسيطلات ديالي، دروك غادي نديرها في واحد البلاستيك ونخليها ترتاح على خاطرها واحد شوية، على حساب واحد 10 دقايق ولا نمشي نجمع ما وراء الكواليس. المعينات فاش غسلت فاش وجدت في هذوك الحوايج ونرجع معاكم. ما نحاولوا دائما الحوايج اللي فيهم الخل نحاولوا نغطيوهم مزيان باش ما يدخليهمش الهواء، لان الخل دغيا كيجفف العجينه. هذه نصيحة، هكا باش الخل باش العجينة ما يدخلهاش نهائي من الهواء باش ما تنشفش. الا خلينا هاد غير واحد الشويه يدخل لها الهواء بحال اللي تديرو واحد الشاف. دابا غادي نخليها هكذا تعجن ونمشي نجمع ونرجع معاكم. تطلق حتى 10 دقائق هيا رجعت للطبعة. نقسمها لأربعة، نقسمها على أربعة. نحاول نديرهم قد قد هكذا. نجمعهم هكذا، هذه تبان لي شويه كبيره وهذيك صغيره.
كتاكدوا باش ما يكونش فيه الماء. ندير وحده شوما هذه هي المرحلة اللي غادي تشد لنا شوية الوقت، خصنا نمشيو معها غير بشوية، يعني يكون عندنا الخاطر. كل مره تنحاولوا نقلبوا باش عرفتوا دوك اللي لتحت باش حتى نوصلوها يجيو قد قد بحال هكذا. شفتوا هذه راه باقا صغيره، الا شفناها بحال هكذا غادي نخليو هذه هكا ونجيوها. نردوها قدها قدها
نقلبها ندير لها هكذا نغطيها. نحاول ناكل باش ما يدخلش ليها الريح. فوالا نحاول هكذا باش ما يدخلش ليها الريح. دابا نرجع معاها هكذا على هذه الطريقه حتى تورق ليا كامله باش يجوني دوك الوريقات بحال لاباط ايفيلو. فوالا وتجيني واحد القرمشه في البيستيله ديالي. يلا دابا نرجعوا للعجينه ديالنا. وغادي نبقاو نمشيو معها هكذا. دابا غادي نمشيو هكذا هكذا حتى ندير ورقه ونرجع معكم. ها هي خوتي المتتبعين دوك غادي نغطيها. عادي نغطي نحاول نغطي واحد البلاستيك ونبقى كنقطع بحال هكذا لان هادي انا كنت مداري كنديرها في لا كنديرها في كيقولوا له في الصاله. يعني هنا ما عنديش البلاصه كبيره وخصني واحد الحاجه اللي كندور عليها. دوك غادي نبدا كنقطع بحال هكذا. فوالا هيا كتجي مورقه عرفتوا كيف كتجي رائعه. دوك غادي نحاول ما امكن نبدا تنورق نقطع بحال هكذا ونزيد نورق ونعمر الحشو ديالي وغادي نرجع معاكم. انا رجعت معكم اخواتي المتتبعات ديالي. ها هي درت الفيرميسال فوالا من هيك ما عنديش البلاصه فين نفيلم لكم. درت الفيرميسال الزيتون ديالنا البصله الشامبينيون والحار. ودابا غادي نزيدو الكمون. علاش غادي نزيدو واحد المعلقه نتاع الكمون؟ لان حنايا غاديين على اللحم واللحم كيتواتى مع الكمون يعني بحال مفور بحال مشوي بحال. درت انا واحد المعلقه. المهم انا غادي نخلط الحشو ديالها وغادي نكون ماشي نعمر معكم بالسيتلات. دابا خوتي المشاهدين ديالي شوفوا هاد مشي ديال الصوت سمحوا لي. فوالا قطعها بحال هكذا. نغطيها باش ما تنشفش كما قلت لكم هاد العجينه نتاع الخل دائما كتنشف. انا اللي كنت كنخدم ليه هاك ولكن دابا غادي نوري لكم غير هنايا. نحاول ندير لها هكذا باش نقصوا منها هذاك النشا. شوفوا يعني البسطيله ديالنا الجينه هذه جينا فيها اربعه د الوريقات. ولا بغيتو ديرو غير جوج ديرو غير جوج داكشي لكم الاختيار. ها انا غادي نزيد نورقها واحد شويه. شوفوا كي غندير لها ندير لها غير هكذا باش نكون كده بلا الورقه ديالي جايه نقيقه كتجي فتيه
ويعني مكتب في نهارها يعني ماشي عيبات يومين ولا القنديله غير هكا كتحل غير بحدها كتمن شتو شحال دقيقه وانا غادي نعمر معكم طبيعه الحال ما بين الوحده والوحده ندير شويه تاع الزيت باش تكون عندي ديك القرمشه تاع البسطيله كما كنعرفوا كاع البسطيله هكذا راني عارفه التليفون راه بعيد عليا باش نفيلم لكم مزيان بحال هكذا ندهنها بحال هكا باش تجيني ديك القرماشه ريحه زوينه خارجه من هاد ريحه اللحم هادي غادي نقعدها هكذا غير بشويه شوفوا بحال هاك نحاول غير بشويه ويلا بقات لكم بحال هكا غادي نوريكم الحيله اللي كندير لها انا هكا غادي نمشي معها هكذا حتى نساليها يلا انا غادي نعاود معكم هاد الشوجات يعني كما قلت لكم هكذا هاي طبيعه الحال واحد شويه باش نتاكد بلي راه رقاقين نحاول ممكن واخا نفرقي جوجات باش ندهن بابيناتهم هكذا انا غير باش تكون عندي ديك القرمشه داخل ديال الزبده ونقول لكم هاد البساط ديال اللحم من الافضل ما ديروش فيهم الفرماج انا نفضل ما يكونش الفرماج لان كلها راه مرقه كتجينا لهاد غادي نعاود لكم الاخرى عاوتاني
غير شويه. الطريقه ولا بد بها باش نحاول نحلوها. ما نخافوش هذاك النشا راه يفرق ما بين العجينه والعجينه. انا غير بغيت نعطيها واحد اللذة ديك العجينه ديالنا. علاش درت لها هكذا؟ لان انايا كتعجبني هاد العجينه تاع العجين المورق لا باتي فلو، ولكن فيها واحد من تجلس واحد المده معلاش كتكون ترجع فيها واحد الريحه اللي مجهده ديال الخل. هذه راني عجنتها بالخل وما غاديش تكون فيها الريحه نتاع الخل. كي طيب ديك الريحه نتاع الخل ما تبقاش، بصح الاخرى من تقعد واحد المده وتبقى دغيا تنشف. ها هي هذه لا نتوشي فيها كتولي عجينه. وجد دوكا غادي نشعل الفران ديالي على 180 درجة، غادي نشعلو أنا بالمروحة. اللي ما عندوش الفران تاع الفران تاع الغاز يشعل غير من التحت وبخير يردها من الفوق تاته. وهاد غير طيب ندهنها هكذا داك النشا ما يبقى ناشف بالسطيله ديالنا. وها هي دابا غادي نديرها في الفرن راه سخن ونقص النار باش طيب لينا العجينه مقرمشه. خلي الفران يسخن مزيان عن الفران ديالي واحد شوية نزيدلو. هو الفران ديالنا سخن خواتي المتتبعات ديالي. من بعد ما وجدت ليا بسطيله اللي قلت لكم باللحم وغادي نشرح لكم درك شويه هذا اللحم اللي طيبته بالعشوب. قالت لي واحد الكميه قلت لي مالا نشاركها معكم هكا، لان هاد البسطيله تقدر باللحم الا كان واخا اللحم محمر بالبرقوق تقدروا ديروها به اللحم يعني هكا مشوي. حتى اللحم المشوي اللي كنشويوه في الفران يعني في الولايم ولا هكا في شي حفله ولا في شي حاجه كيشيط لينا داك اللحم بطبيعه الحال المرصيط اللي يكونوا نقيين ومزيانين نقدروا نوظفوهم في هاد البساط. راكو عارفين بحكم حنا في الافراح ديالنا يبقاو بعد يومين ثلاثه لا فامي نقدروا نديروها هكا وراه يعني تجي رائعه. فوالا نتمنىكم تجربوها راها سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. خواتي المتتبعات ديالي انا غادي نقسم معكم وحده فوالا ناخذ عندي الشبانه راه تبان مكسره. شوفوا
شوفوا كيفاش تجي ديك الورقة اللي قلت لكم، شوفوا كيفاش تجي، تجي رائعة يعني. والحشو ديالها ما يجي لا معجل لا والو، ها والريحه ديال الكمون خارجه منها رائعه. نتمنىكم تجربوها وتكون الاحسان ديالكم والرضا ديالكم، ودعموني وعاونوني بلي لايك. كنشوف لي فيديو ديالي كيتشافوا، ولكن لي لايك ما عنديش يعني، ما فيها باس الا وطيتوا على داك الزر نتاع اللايك. شحال ما كان عندي تاع لي لايك، شحال ما القناه ديالي كتزيد تتفاعل. ونتمنى بارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم والاقارب. راني قلت لكم عندي بزاف تاع الحوايج يعني، غير بحال هكا الحوايج اللي نعاودوا فيهم الخدمه يعني، كبسطيله هكا كبسطيله كالدجاج. الدجاج نقدروا واخا يكون طيب لينا بزاف تاع الحوايج نردوا واحد الحاجه اللي يعني تكون يعني تحمرت الوجه. راه ما انا واحد الانسان اللي ما كنبغيش نضيع يعني بواحد الحاجه واخا نديرها كتبقى ليا لغد ليه. انا ما كنبغيش داكشي تاع الضياع والتبذير. وبطبيعه الحال انا رمضان راني نصور لكم غير حاجه واحده، ما نبغيش نصور كاع المائده ديالي. الله يحسن العون على كل واحد، وكل واحد راه رزقه في دارو. ونتمنوا تكونوا يعني ما نكونوش يعني كنديروا الاثم يعني بهاد الوصفات اللي كنشاركوهم معكم. يا ربي احنا بغينا شي حاجه اللي نشاركوها معكم يعني الاحباب ديالنا والاصدقاء ديالنا والجيران ديالنا وكل ما هو يعني فيه الاسلام، سواء المغاربه والجزائريين ولا التوانسه. تحيه لكل شيء، لا من الجزائريين ولا من التوانسه ولا من المصريين، كنشكركم كاملين. ونتمنوا الدعم ديالكم. وكما قلت لكم انا راني غير باغا نشارك معكم هاد الوصفات اللي كنعرف لكم اليوم سيتو يعني. ما بغاش كنتفخر على خواتاتي ولا المسلمات ولا لا، الا كنديروا واحد المائده ونديو منها الذنوب بلاش منها. ولي لايك، ومحتاجين للدعم ديالكم ولي لايك ولي كومونتير الزوينين. وتنشكركم بزاف 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 اخواتي المتتبعات ديالي. تحيه وقبله لكل احباب ديالنا، يا ربي تدخل علينا هاد العيد وهاد العواشر بالصحه، وربي يهز علينا هاد الوباء. وشكرا كاملين.